شوفوا خمسة أربعة تعبوا هون شباب تعبوا خمسة أربعة. قديش المخرج يكون مسؤول عن كل لحظة بالعمل، فبالتالي هو بيشارك نجاح الكل بس هو بيسقط لحاله. الدراما السورية ضمن نطاق الدراما العربية عملت هوية، عملت هوية لها علاقة بالمدرسة الواقعية. انتوا بشر، انتوا تاكلوا حقوق الناس بتعملوا لي حالكم شريفين. انا خايفة. الناس المهمشين بالحياة مهمش أحلامهم مهمشة طموحاتهم، يعني من حقهم على الأقل نصرخ بدالهم أو نوصل وجعهم. ما حدا بيهون عليه الظلم، بس ما بيصير تنتقم على العميان. الفقر لما بيجتمع مع الظلم بعض الأحيان مع القهر بيعمل حواديت بتوجع. لا بحس حالي انه مو يتيمة، لا مو يعني، لان انت كل كلمة والتانية كنت تسأليها وين بابا؟ انت بده يجي بابا؟ مالك مصدقة تطلعي فيه؟ مالك مصدقة انه واقف جنبك وانه قاعد انك قاعدة بحضنه؟ اوكي؟ وسيه من راسه وسيه من خده وحضنيه. إحنا لو اعتمدنا على الدراما بإصلاح المجتمع وإصلاح كل شيء وتقديم حلول فنحن معناته لازم نكون المدينة الفاضلة من 10 سنين لهلأ. بس بزيدة شوي وقت بشوف واحد قابض حاله كتير مثلك. أنا محتار كيف بدي أتعامل معك. بس بعدين بدك تعترف بصوت عالي إنك بحاجتي وإنك وحيد. تجربة، المغامرة، المتعة، هو الفن تجربة. أعطني حق حتى الكمال اسمي ولوني لا